مساء الخير، معدنا مع ديلي براكتس جديد، والنهاردة هنحل قطعة مع بعض. قطعة النهاردة بتقول: People have been writing about strange worlds and traveling to space for thousands of years. لآلاف السنين الناس كانت بتكتب عن عوالم، اللي هو جمع عالم غريبة، والسفر إلى الفضاء. تمام. بعد كده بيقول لك parts of the famous Arabic story 1001 nights، اللي هو ألف ليلة وليلة. بيقول لك جزء منها كان يعتبر science fiction، might be described as kind science fiction، كان فيها جزء خيالي. تمام. فبيقول لك للدرجة دي من الناس من زمان قوي بتكتب قصص خيالية. But science really started to influence how we all lived in the 19th century. العلم، مش القصص، العلم بيقول لك ابتدى فعلا يأثر ازاي على حياتنا، وعلى ازاي احنا بنعيشها في القرن التسعتاشر. ليه؟ بيقول لك this was a time when many exciting new things were invented. في القرن التسعتاشر حاجات كتيرة exciting اتعملت. زي ايه؟ زي الستيم ترينز، القطارات البخارية، التليفون، الكهرباء، الصور الفوتوغرافية، and much more. كل ده بدأ فين؟ في 19th century. فبعد كده بيقولك ايه؟ The writer اللي اسمه جولز فيرن، ماله ده؟ التاريخ اللي بتكتبه جنب الرايتر دي حياته يا جماعة، اتولد الف كذا سنة كذا ومات سنة كذا. بيقول ايه الرايتر ده بقى؟ looked at 19th century technology، بص على التكنولوجيا اللي في 19th century، and imagined، تخيل، how it could be improved، ازاي ممكن تحسن، to do amazing things. يعني هو شاف ان التكنولوجيا دي ممكن يحسنها عشان تفعل حاجات عظيمة او حاجات رائعة. حل يعني حاجة كده منورة، لون أخضر جميل جدا. إيه كمان بيقول؟ he wrote about people traveling to the center of the earth أو to the moon، القمر، أو deep under the sea. هو كتب عن ناس بتسافر حتة غريبة زي كده، طبعا قصص خيالية ساعتها. many people consider Verne to be the first true science fiction writer. مين اللي هو؟ جولز فيرن. اوكي، اعتبروه اول كاتب حقيقي، يعني على القيمه زي ما بيقولوا، كتب ساينس فيكشن. طيب بعد كده بيقول ان 1895، سنه 1895، ايه اللي كان بيحصل؟ ذا رايتر اللي اسمه اتش جي ويلز، دي اكيد اختصار ما اعرفهوش، اللي عاش من سنه كذا لكذا، عمل ايه اتش جي ويلز ده؟ قال لك سو تكنولوجي ديفرنتلي، شاف التكنولوجيا بشكل مختلف. يعني ايه بشكل؟ يعني فيرن ده كان بيقول ان كان بيشوف ان هي ممكن تعمل amazing things، حاجات عظيمه، ده كان شافها مختلفه. ازاي؟ he wrote about the possible dangers of technology، كتب عن الحاجات، الاخطار المتوقعه او المحتمله على التكنولوجيا. زي his books include the time machine. بصوا، his books، كتبه، include the time machine، ده واحد من كتبه، مش هو كل كتب، واحد منه. فبيقول لك في الكتاب ده الهيرو، البطل بتاع القصة، travels into dangerous and unpleasant future، كان بيسافر إلى مستقبل خطير، يعني خطر مش آمن، و unpleasant يعني غير صار او حاجة او وحش. طيب يبقى عمنا اتش جي ويلز ده كان وحش، كان متشائم، كان بيبص على التكنولوجيا، على المخاطر اللي فيها، وبيتخيل ان واحد طالع المستقبل لقي حاجات مش كويسة بسبب التقدم بتاع التكنولوجيا. تمام. other writers also thought that technology could be bad. في رايترز تانيين كانوا برضو بيقولوا ممكن يكون مشكلة في التكنولوجيا وحشة. بعد كده بيقول
ألدوس هيكسليز بريف نيو وورلد. تاني ألدوس هيكسلي ده اسم المؤلف أبوستروف إس يعني كتابه اللي اسمه إيه؟ بريف نيو وورلد العالم الجديد الشجاع سوري is about a future in which people are produced in factories. يبقى الكاتب الجميل البرنس ده عمل كتاب سنة 1931 بيقول ان يعني بيتخيل فيه فيوتشر الناس هتتصنع في المصانع الناس هتتصنع ماشي but not all science fiction writers saw technology as bad. ده كان بيتخيل انها تبقى حاجة وحشة لدرجة ان احنا هنصنع ناس مصنعة يعني حاجة مش آدمية عشان كده كان بيعتبروها حاجة وحشة اوكي. وبعدين بيقول لك بس مش كل الرايترز كانوا بيشوفوا التكنولوجيا وحش ازاي. بيقول لك authors such as Isaac Asimov اللي عاش من سنة كذا لكذا المؤلفين زيه often wrote about a future in which science can solve all our problems. يعني دول كانوا بيشوفوا بشكل وحش دول كانوا بيشوفوا بشكل كويس بيقول احتمال العلم يعالج لنا كل مشاكلنا وكتبوا قصص على هذا التخيل. تمام بيقول بعد كده science fiction has evolved. يعني ايه evolved؟ يعني ارتقى او تقدم او تحسن او اي حاجة من دي بنفس الفكرة او الconcept with technology. اتحسن او يعني تطور مع التكنولوجيا. بيقول in the 1960s في الستينات space was being explored for the first time. حلو المعلومة دي. بيقول لك بدأت استكشاف الفضاء في الستينات من 1960 فلما بدأت حاجة زي كده for the first time فتحت بقى معهم مجال كتير للتخيل. بيقول لك ايه this هو ايه this ده عشان عليها سؤال اللي هو exploration بتاع space gave the science fiction writers ideas down افكار for what explorers might find in space. ممكن يشوفوا ايه في space. قال لك ممكن يشوفوا strange worlds unexplained mysteries يعني حاجات غامضة غير محلولة او مش مفهومة such as in the novels of Arthur C. Clarke. واحد من النوفلست او الكتاب اللي كتبوا عن الفضاء وقد ايه ممكن يطلع فيه حاجات عجيبة كان اسمه آرثر سي كلارك. يبقى آرثر سي كلارك اتأثر بالفضاء. طيب more recently حديثا اكثر many science fiction stories have been about robots الانسان الالي ده احدث شوية من الفضاء. could they become more intelligent than people should we use them or could they start to take over and rule the world. تاني الحته دي بيقول بدا يتكلموا اكتر عن الروبوتس مؤخرا هل هم ممكن يصبحوا اكثر ذكاء من الناس. الموضوع ده بالفعل حاليا بيزيد جدا وقد يشكل خطر. should we use them هل احنا مفروض نستعمل الروبوتس ولا ممكن يبقوا خطر علينا. could they start to take over. take over يعني ايه take over يعني يسيطروا فاهمين احنا بنشغلهم عشان يخدمونا ممكن بعد شوية الروبوتس دي تسيطر تاخد مكاننا تسيطر علينا تشغلنا احنا مثلا and rule the world تحكم العالم هل ده ممكن يحصل. طبعا كلها دي اسئلة تعجبية مش عارفين اجابتها. in science fiction anything is possible في الساينس فيكشن في الخيال العلمي ممكن تتخيل كل ده ممكن تألف قصة على ان ده فعلا بيحصل مين عارف. يلا نشوف الأسئلة. in his novels Jules Verne الكاتب الأول واحد اتكلمنا عنه wrote about technology any technology that could make life better that made life dangerous ولا that people used at that time ولا that could never exist اللي لا يمكن أن تتواجد. طبعا هو كان بيقول إنه بص على 19th century technology وإماجند إزاي هي ممكن تتحسن أو إزاي هي ممكن تخدم الدنيا تبقى أحلى فيبقى make life better لأنه كان بيقول إنها هتتحسن. ويقول إمتى يا جماعة في الرايتس بتاعته وهو بيكتب قصص خيالية يعني بيتخيل حاجات
فمش هتنفع ان هو يقول التكنولوجي اللي الناس كانت بتستعملها at that time، يعني ساعتها ما كانش هيبقى خيال، صح؟ هو كان بيتكلم على بعدين كانت هتبقى improved، القطعة بتقول لك، فمعنى انها بتحسن يبقى ده شيء حلو، يبقى make life better، صح؟ According to the article، للمقالة اللي قريناها دي، What influenced science fiction writers in the 1960s؟ في الستينات ايه اللي خلى او ايه كان ذو تأثير على الرايترز بتوع الساينس فيكشن في الستينات؟ اللي ركز كان السبيس ترافل بدأ يطلع وبعدها الناس تتأثر بيه، ماشي؟ اكيد ما تأثروش بكاتب معين، ودول ما كان مش دول اللي تأثروا بيه، السبيس ترافل هو اللي كان طفرة في الستينات. In what way was Isaac Asimov different to many science fiction writers؟ لو نفتكر ايزاك اسيموف ده كان اول مثال لينا على الناس اللي هم متفائلين او بيقولوا ان اللي جاي ممكن التكنولوجيا تحل all our problems. I quote، باخد من القطعة كان بتقول كده انها ممكن تحل كل مشاكلنا. يبقى هل هو كان optimistic متفائل، pessimistic متشائم، he only wrote about space كتب فقط عن الفضاء، ولا only wrote about robots ما جابش سيرة الحتتين دول أصلا؟ هو كان متفائل، تمام؟ In conclusion the text says that in science fiction not technology is good is bad anything might happen ولا there are never any problems. طبعا في النهاية خالص كان بيقول لك anything can happen في science fiction، ده كان الconclusion أو المضمون بتاع الكلام. What does the underlined word this refer to؟ كان في this، نعم نبص عليها زي ما احنا متعودين، بيقول this gave science fiction writers ideas. ايه هو ده؟ قلنا ساعتها ال exploration بتاع ال space هو this، فاهمين؟ يبقى يقصد بيها space exploration، تمام. What do you think the phrase take over means؟ take over اللي هي كانت في آخر باراجراف على الروبوتس أنا قلتها إن هم يتحكموا، صح؟ هل معناها become people يصبحوا هم بشر، ولا steal يسرقوا مننا، ولا get control of، ولا hide؟ أنا قلت بالعربي إيه، يتحكموا فيه أو بمعنى get control of، تمام؟ يلا نخش على الأسئلة. بيقول لي how did H.G. Wells describe technology in his book The Time Machine؟ كان بيقول في التايم ماشين ده أو في البوكس بتاعته بشكل عام إن التكنولوجيا ممكن تبقى خطر، صح كده؟ وبالأخص التايم ماشين كان بيتكلم عن شخص سافر لمستقبل unpleasant أو dangerous and unpleasant. مش هينفع أخد من القطعة نقل بالنسخ كده، لازم أضبطها على أساس السؤال. هو بيقول how did he describe، يبقى هو describe التكنولوجي إنها dangerous مبدئيا. ما تاخدش الجملة بتاعت الهيرو اللي بيشوف المستقبل وحش، لا، بيقول لك وصف التكنولوجيا، يبقى توصف التكنولوجيا that it could be dangerous and may ممكن lead to unpleasant future. الحتة دي ايه بقى؟ دي بتاعت الكتاب ده، ان ممكن التكنولوجيا الوحشة تؤدي الى مستقبل غير صار، مش حلو، فاهمين؟ Who is the first true science fiction writer؟ كان الاولاني اللي هو الناس اعتبرته اول واحد فعلا جولز فيرن. Why has science fiction changed over time؟ سؤال مهم قوي، مش سهل، نركز في اجابته. بيقول لي ليه الساينس فيكشن اتغير بمرور الوقت؟ ليه في الخمسينات او ليه في الستينات كان بشكل معين، ليه قبلها كان بشكل معين في الثمانينات في ال 1800، ليه بعد كده الدنيا اتغيرت؟ هل يعني حسب كلام القطعه كان بيتاثر بحاجه؟ طبعا هو كان بيتاثر بالعلم، والعلم كان بيختلف على مدار الوقت، صح؟ يبقى عايز اجاوب، هجاوب اقول ايه؟ as it was affected، it was affected تأثر به the current events،
في حالتها كانت الأحداث الجارية أو العلم الحالي كان بيأثر فيه. وأديله بقى الأمثلة اللي هو قالها لي. For example, in the 19th century, this was a time, كان وقت, when many exciting new things were invented. أنا خدت الحتة دي من القطعة زي ما هي, مفيش مشكلة. وقفت فين؟ وقفت هنا. دول اللي كانوا حاجات اللي في 19th century. كملت من عندي بقى عشان أكمل الإكزامبل. قلت له all that, كل ده gave the writers many ideas, إداهم أفكار كتير about the future and how far the technology could go, إلى أي مدى يمكن التكنولوجيا إنها توصل له. تمام, ده كان أول مثال. كتبت له مثال كمان, another example in the 1960s بتاعت الـ space exploration, صح؟ وبرضو الحتة اللي هي لغاية هنا دي او الحته دي اللي هي هو كاتبها, بيقول لك سبيس واز بينج اكسبلورد وكل الكلام ده. والموضوع ده ادى الكتاب افكار برضو ان هم ممكن يلاقوا strange worlds and unexplained mysteries. تمام, يبقى لما تجاوب على سؤال ازاي اتغير او ليه اتغير, هتقول له اتغير علشان العلم كان بيتغير, او الحاجات الاحداث الجاريه اللي بتحصل كانت بتاثر على الكتاب, ونديله أمثلة من اللي هو اديها لنا. تمام, آخر سؤال, سؤال جميل جدا. Do you think that science fiction will always be popular? هل تعتقد أن الخيال العلمي هيفضل مشهور على طول؟ Why ولا why not؟ تمام, حسب ما هتجاوب. أنا شخصيا قلت yes definitely, هو هيكون مشهور على طول بالتأكيد. السبب بتاعي انا قلت لان الناس دايما عندها فضول تعرف المستقبل هيبقى عامل ازاي, او الناس مستمتعه بالتقدم التكنولوجي, او يعني مبسوطه انها بتشوف كل حاجه حاجه مريحه اكتر او حاجه اسهل بتحصل في الدنيا بتسهلها الحياه اكتر. فالفضول ده ان انا عايز اعرف المستقبل على طول هيبقى فيه ايه, ده هيخليني دايما احب اتفرج على الساينس فيكشن. لان لو نلاحظ التخيلات دي هي اللي بتتحصل فعلا في المستقبل نتيجة تطور العلم. فأنا كتبت because people will always be curious about the future, و curious بمعنى عنده فضول, بتاخد about the future and what may happen in it في الفيوتشر, and how much further can science go, إلى أي مدى أبعد من كده ممكن يوصل العلم. So they will always be interested in science fiction and imagination. لهذا السبب هيفضلوا دايما عندهم اهتمام بالساينس فيكشن, فهيفضل على طول مشهور. تمام, كانت القطعة طويلة شوية واسئلتها كتير, بس نركز, مش هتدفع تحل القطعة اللي زي كده من غير ما تفهمها. اتمنى تبقوا استفدتوا حاجة. اشوفكم ان شاء الله على البراكتس اللي جاي بتاعنا بكرة. بس أرجوكم لو في أي كلمات جديدة أو أي أفكار جديدة, اقرأ القطعة مرة واتنين, اتعلم منها حاجة, طلع منها الحاجات الجديدة, وأشوفكم بخير إن شاء الله.